النهاردة إن شاء الله هشتغل على كل الباراجرافات اللي موجودة في الوحدة الأولى لسنة رابعة ابتدائي. في نقطة عايزة أوضحها وهي مهمة جدا، إن اللي بيتفرج عليا ممكن يكون ولي أمر وممكن يكون طالب، فمفيش أي مشكلة، أنا بشرح للاتنين. اصحى معايا برضو النقطة إن الباراجراف بيبقى عبارة عن 4 جمل، وأنا هكتب جمل يعني تكون سهلة وبسيطة. أول باراجراف عندي food in Egypt. food in Egypt يعني الطعام في مصر، ده اسم الباراجراف. هقول أول حاجة food in Egypt is delicious أو Egyptian food is delicious، الاتنين صح. خليها Egypt اهي، Egypt حط I O N بقت شان، I A N بقت شان، يعني الطعام المصري. Egyptian food طعام المصري is delicious، دي أول جملة. الجملة التانية اللي هي احنا عارفينها اللي هي farmers grow، grow يعني يزرع fruit and vegetables، fruit and vegetables. الجملة التالتة، الجملة التالتة بقى هقول كمان ان المصريين بيزرعوا بيربوا فراخ وتشيكن. farmers raise chicken. to get eggs and meat. كفاية eggs يا جماعة. تمام. I love، أنا بحب ال Egyptian food. ده بعيد نفس الجملة اللي فوق دي نزلتها. The Egyptian food، أنا بحب الطعام المصري. ده كده الباراجراف الأول. اصحى معايا إن أنا ما استخدمتش اهي farmers grow fruit and vegetables، حاجات بسيطة جدا. نيجي بقى للباراجراف التاني، والباراجراف التاني كان خاص بالجهاز الهضمي digestive system، وبعدين هناخد respiratory system. والdigestive system system ده اللي هو الجهاز الايه الهضمي. فهنقول عنوان الباراجراف طبعا بيكتب لك the digestive system اللي هو الجهاز الايه الجهاز الهضمي. وي احنا يعني يوز يستخدم the digestive system، نفس الجملة. يا ريت تبقى عارف حاجة، انك على قد ما تقدر تستخدم الايه العنوان تحطه في جملة، تبدأ بفاعل وفاعل. وي يوز the digestive system، احنا بنستخدم ال digestive system when we eat، اما بنيجي ناكل. when we eat، هقول كمان ان احنا بنمضغ الطعام. we chew food، نمضغ الطعام. by mouth بالايه بالماوث بالبق بالفم. ممكن نقول كمان ستومك المعدة ميكس ذا نوترينس، بتخلط المغذيات. جملة المريء ذا سوفيجس اللي هو المريء بيعمل ايه بقى؟ بيحرك الطعام. moves food to stomach او moves food وخلاص مش قصة يعني. تمام. we need to eat، ان احنا نحتاج ان احنا ناكل. الجملة دي برضه جملة تافهة وسهلة، محتاجين ان احنا ايه نتناول الطعام.
يلا بينا على الباراجراف الثالث. الباراجراف الثالث وده اللي يعني جه في امتحانات كتير وجه في نماذج كتير، ال being healthy اللي هو ازاي تكون بصحة جيدة، how to be healthy. وهنستخدم فيه الكلمة الشهيرة ده should، يعني ينبغي. هنقعد نقول وي شود وي شود وي شود، نحن ينبغي نحن ينبغي كده. هنقول وده تعب كتير اللي هو being healthy اللي هو ان احنا نكون healthy، يعني نكون بصحة ايه جيدة. being healthy يعني بصحة جيدة. خلوا لكم باللون الازرق عشان يبقى بصحة جيدة. you should، انت ينبغي ان انت ايه eat fruit you should، وكمان انت ينبغي برضو play sports او do sports الاثنين صح، خليها do sports عشان يبقى ايه الموضوع عام شوية. الجملة الثالثة you should should يا جماعة بيجي بعدها الفعل في المصدر you should drink you should drink، احنا ينبغي ان احنا نشرب، هنشرب عصير؟ لا عصير غير، هنشرب مية. you should drink water plenty of water، plenty يعني كتير of water مية زيادة شوية، يعني حوالي 8 لتر في اليوم. عملت ثلاث جمل، عملت واحد اثنين ثلاثة. You should eat fruits. You should do sports. You should drink plenty of water. حابة بقى ان انا اقول له you shouldn't. You shouldn't يعني لا ينبغي. واكتر حاجة الصغيرين الحلوين اللي قدامك بيعملوها وحتى اولياء الامور وحتى انا شخصيا eat candies اللي هو بياكلوا ايه candies. يبقى you shouldn't should ده ما هي shouldn't eat كانديز. طبعا كاندي مفرد لاخرها الواي، بنشيل الواي ونحط اي يس. يو شودنت ايت كانديز، ما ينفعش ان انت تتناول الكانديز اللي هو الحلو الكتير. اسفه لانه التليفون بتاعي احيانا بيفصل، فهو فصل على دمطة اللي هو الباراجراف الاخير اللي انا كنت عايزه اعمله عن دمياط. الفيديو انا بمنتج اتفاجئت ان مفيش الباراجراف الاخير مش موجود تقريبا. حاليا بقراه لكم من على السبوره بكاميرا الموبايل، لان الكاميرا اللي انا بصور بيها تقريبا كده فساعات بتفصل لوحدها من غير اي سبب واضح. تمام، مش عارف تقريبا في سنه رابعه. المهم ان انا بتكلم على ضمتة ولخصت لكم الدرس بتاع ضمتة اللي هو الدرس الرابع الخامس الاخير اللي هو بيبقى عباره عن درس ريدنج كده، لخصته في اربع جمل سقنططين بحيث ان انت من الاخر كده لو جالك باراجراف عن ضمتة تكتبه. بيقول لك ان ضمتة جفرنوريت، ضمتة جفرنوريت يعني محافظه ضمتة او دمياط is in a Egypt موجوده في مصر. ماشي، they grow هما بيزرعوا fruits، بيزرعوا الايه الفروتس اللي هي الفاكهه. you can eat guavas in Dometa، انت ممكن تاكل جوافه في دمياط. واخر جمله life is good in Dometa، يعني الحياه جيده في دمياط. وهراجع الدرس بتاع دمياط وبالمره احط لكم الباراجرافات، وهي اسهل طريقه ومنزله لكم الباراجرافات دي عشان لو محدش قادر ان هو يشوفها كويس منزلاها في صندوق الوصف من خلال الصفحة بتاعتي على الفيسبوك علشان تقدروا تتواصلوا معايا. واشوفكم مرة تانية. السلام عليكم.